أصبح ضرورة وليس مجرد إضافة، هو ضرورة لأسباب متعددة. وإن شاء الله إحنا بننتهي من هذه الجائحة الموجودة عالميا ونلتقي مع طلبتنا وجها لوجه، لكن التعلم الهجين والتعلم عن بعد أصبح ضرورة في هذه الأيام، فلذلك سنتعرف على بعض النماذج الفاعلة. سنتأمل في بعض التطبيقات العملية حول تصميم التعليم الهجين، بعض التطبيقات كيف ممكن أن نصمم دروسنا بحيث تحاكي التعلم الهجين أو التعليم الهجين. وسنعرض بعض التجارب في تطوير وإدارة المحتوى التعليمي الإلكتروني إن أسعفنا الوقت إن شاء الله. عندما نتكلم عن التعليم الهجين فهو نموذج التعليم الذي يدمج بين الممارسات الفضلى في التعليم عن بعد وفي التعليم وجها لوجه بهدف تحسين نوعية التعليم. إذن هو يركز على ممارسات فضلى، سواء كانت هذه الممارسات في التعلم عن بعد أو في التعلم وجها لوجه، لكن هدف التعليم بشكل عام هو تحسين نوعية التعلم. هدفنا الطالب، كيف يتعلم الطالب، ما نوعية التعليم الذي سيتلقاه الطالب. ولذلك التعليم الهجين أو التعليم وجها لوجه دائما وأبدا هدفه تحسين نوعية التعلم الذي يحصل عليه طالبنا. لماذا احتجنا التعليم الهجين ولماذا جاء مصطلح التعليم الهجين؟ لأنه بداية يلبي حاجات وأنماط من التعلم المختلف. يعني احنا طلابنا عندهم طرق للتعلم مختلفة. التعلم الهجين يساعد على تقديم التعليم المناسب لهؤلاء الطلبة، يساعد المعلم أيضا على تقديم التعليم بطريقة مناسبة تناسب هذه الأنماط المختلفة في التعلم. أيضاً هو يعطي مرونة كافية حول مكان التعلم وزمن التعلم. ممكن تتعلم من البيت، ممكن تتعلم من المكتب، ممكن تتعلم وانت سايق السيارة، وانت جالس بالسيارة باستخدام الهاتف النقال، ممكن تتعلم برؤيتك لكثير من الأشياء حولك. التعلم الهجين بيساعد على مرونة التعلم سواء مكاناً أو زماناً. يغير طريقة حدوث التعلم من خلال دمج المتعلمين في أنشطة تفاعلية لبناء المعرفة. طبعا هذا هدف دمج المتعلمين، هو هدف سامي وهدف عالي بجميع أنواع التعليم والتعلم سواء كان وجها لوجه أو عن بعد. لكن هنا التعليم الهجين يساعد على تغيير طريقة حدوث التعلم إذا أتقن إعداد المحتوى وتصميم هذا المحتوى بما يناسب حاجات الطلبة وميولهم ورغباتهم. يساعد التعليم الهجين ويسهل عملية بناء مجتمعات الاستقصاء، وإحنا بنعرف أن الاستقصاء واحد من إحدى الطرق المهمة في التعلم، سواء كان الاستقصاء موجها أو كان الاستقصاء حرا. التعليم الهجين يساعد في نوعية الاستقصاء المذكورين. هناك عدة تعريفات مختلفة لتعريف تصميم التعليم، ولكن اخترت هذا التعريف من مجموعة كبيرة من التعريفات. تصميم التعليم هو عملية منطقية تتناول الإجراءات اللازمة لتنظيم التعليم، تطوير التعليم، تنفيذ التعليم، وتقويم التعليم والتعلم. طبعا كل هذا بما يتفق والخصائص الإدراكية للمتعلم، لازم أعرف مين هم طلابي، لازم أعرف مين المتعلمين عندي حتى أصمم التعليم بطريقة تناسب خصائصهم الإدراكية والنمائية، وذلك بغرض تحقيق أهداف تعليمية محددة. لازم تكون أهدافي واضحة. أنا كمعلم عندما أصمم حصة، عندما أصمم تعليما سواء كان وجها لوجه أو بالتعليم الهجين، لازم تكون أهدافي واضحة ومحددة، أهداف تعليمية محددة وواضحة. وتعد عملية تصميم التعليم من أهم المهام الأساسية التي تقوم بها تكنولوجيا التعليم لتفعيل الموقف التعليمي بكل عناصره. هنا بيجي دور تكنولوجيا التعليم، كيف ممكن أني أصمم المهام بما يتلائم مع حاجات ورغبات الطلاب. إذا نحن نلاحظ بالتعريف أن هناك نقاط مهمة زي ما أنا حاطين عليها إضاءات أو هايلايت: تنظيم التعليم، تطوير التعليم، تنفيذه وتقويمه. جزء بعض الناس يسألوني هل هناك ترتيب معين، هل مقصود هذا الترتيب لهذه الخطوات أو لهذه النقاط؟ طبعا إذا أنا ما قدرت أخطط
وأطور الأنشطة لطلابي بداية، لازم أنا أطور وأخطط الأنشطة للطلبة حتى أستطيع تنفيذ التعليم. ما بقدر أدخل على مرحلة التنفيذ بدون ما أكون خططت وأعددت وطورت المهام والأنشطة اللازمة للطلبة. التنفيذ يمكن يتداخل مع التقويم، عندما أقوم بتقويم تعلم الطلبة من خلال تنفيذ التعليم، هنا تداخل ما بين تنفيذ التعليم وتقويمه. وأحياناً وبعد الانتهاء، في الغالب بعد الانتهاء من التعليم، أتأمل في الممارسات التي قمت فيها كمعلم وأحاول تقويم هل ما قمت به مناسب لطلبتي؟ أتأمل في هذه الممارسات بأجل تقويمها، وممكن أني بناء على هذا التقييم أعيد التعلم وأرجع أقدم للطلبة التعليم بطريقة مختلفة. إذن هذه الخطوات مقصودة ترتيبها، الخطوة التنفيذ والتقييم هي خطوتين متداخلتين في أغلب الأحيان. ونرجع لتحقيق الأهداف، أهداف تعليمية محددة، يجب أن تكون هذه الأهداف واضحة لدى المتعلم والمعلم، لدى المتعلم حتى يستطيع أن يقوم أداؤه، ولدى المعلم حتى يستطيع أن يعد الأنشطة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف. يقال أن تصميم التعليم هو القلب النابض لأي برنامج تعليمي أو تدريبي. أي برنامج، سواء كان بدعلم طلاب أو بدعلم كبار، بدي أصمم التعليم بطريقة تناسب هؤلاء المتعلمين. هو الجسر الناقل الذي يحول المادة العلمية والتدريبية من مجرد عرض إلى برنامج تعليمي يحقق أهدافا مرجوة. كثيرا من الأحيان نقوم نحن المعلمين بنقل المحتوى من الكتاب إلى عرض تقديمي. هل هذا النقل يعد تعليما؟ هل هذا النقل يحقق الأهداف المرجوة؟ يجب أن ننتبه إلى عملية نقل التعلم من المحتوى من الكتاب إلى التكنولوجيا التعليم. تصميم التعليم، هنا نؤكد على هذا الكلام، تصميم التعليم ليس مجرد تحويل للكتاب أو المنهاج الورقي إلى منهاج رقمي فقط. المنهاج الورقي ضروري والمنهاج الرقمي ضروري. تصميم التعليم هو استثمار التكنولوجيا لإعطاء قيمة مضافة للتعليم والتعلم. إذا ما أعطت التكنولوجيا قيمة إضافية، قيمة مضافة للتعليم، ما في داعي لها. يجب أن تعطي قيمة مضافة للتعلم والتعليم. من خلال إيش؟ من خلال تسهيل نقل المعرفة واكتساب المهارات مع المحافظة على جودة الموقف التعليمي والتدريبي. النقطة الأخيرة مهمة، المحافظة على جودة الموقف التعليمي والتدريبي. التكنولوجيا تساعدني على تسهيل نقل المعرفة. الآن كبسة زر بقدر أقرأ وأفتح مقالات كثيرة جداً تتكلم عن موضوع معين، لكن أحتاج أني أكتسب مهارات. المعرفة وحدها لا تكتفي ولا تكفي، يجب أن أكتسب مهارات. التكنولوجيا بتساعدني على اكتساب هذه المهارات. زي ما بنعرف كثير من الناس عندهم أمية تكنولوجية، بمعنى ما بعرفش يستخدم الأجهزة الحاسوبية أو الأجهزة التكنولوجية. التعليم الهجين يساعد على اكتساب هذه المهارات ومهارات الحياة أيضا، بالإضافة لإكساب المعرفة ونقل هذه المعرفة. سنتكلم عن إحدى الاستراتيجيات المستعملة في تصميم التعليم والتي تسمى التصميم العكسي. التصميم العكسي لا يعنى بالتعليم الهجين فقط. التصميم العكسي يعني تصميم التعليم بشكل عام، سواء كان وجه لوجه أو عن بعد. لكن سنتكلم ونخصص جزئية من هذا الكلام عن التعليم الهجين وكيف يفيدنا التصميم العكسي ويساعدنا في تصميم التعليم الهجين. زي ما بنعرف التصميم العكسي له خطوات. الخطوة الأولى تحديد النتائج المرغوبة. أنا بدي أقدم درس، بدي أقدم وحدة دراسية، بدي أقدم برنامج تدريبي. قبل ما أبدأ بإعداد البرنامج بدي أعرف إيش النتائج، ما هي النتائج التي أرغب بتحقيقها عند طلبتي أو عند المتعلمين. بعد أن أحدد هذه النتائج أنتقل إلى خطوة ثانية، وهي تحديد الأدلة على حدوث التعلم. يجب أن أتأكد أن التعلم قد حدث، وسنتكلم في هذه الخطوات بالتفصيل إن شاء الله. يجب أن أضع الأدلة التي تدلني وتؤكد لي أن التعليم والتعلم قد حدث. في الخطوة الثالثة
تخطيط التعليمي والتعلم، ما هي الاستراتيجيات، ما هي المواد، ما هي المناهج أو ما هي المواد العلمية التي سأقدمها لطلبتي. نعود إلى الخطوة الأولى، تحديد النتاجات المرغوبة. نحتاج أن نحدد المعايير التي سيتم تدريسها. عندما نقول معايير، هناك للتعلم معايير مختلفة، للرياضيات معايير، للغة العربية معايير، للتربية الإسلامية معايير، كل مادة دراسية لها معايير، حتى لتعليم الكبار هناك معايير يجب أخذها بعين الاعتبار عند تصميم التعليم. لازم أحدد المعايير التي سأقوم بتدريسها. بعد أن أحدد المعيار، ونحن نعرف المعيار هو نتاج عام، نتاج كبير، أقوم بتحليل وتفكيك المعايير إلى نتاجات تعلم. هذا المعيار الكبير يجب أن نحدد نتاجات التعلم الخاصة به، وهنا يمكن أن أساعد وأتساعد مع الطلبة والمتعلمين في تحديد هذه المعايير أو هذه النتاجات المطلوبة. بعد أن حددت المعايير والنتاجات، أنتقل إلى تحديد الأسئلة المحورية. الأسئلة المحورية هي أسئلة كبيرة تقود إلى التعلم، أسئلة عامة تتحدث عن التعلم بشكل عام. بعدها تحديد أسئلة المحتوى، ما الأسئلة التي سأطرحها على طلبتي أو على المتعلمين في هذا المحتوى بالذات، أسئلة الرياضيات، أسئلة العلوم، أسئلة اللغة العربية إلى آخره. ومن الخطوات المهمة تحديد الفهم الأساسي المستدام، ما الذي سأنقله معي للمستقبل من هذا الدرس، من هذا التعلم. هل الفهم الأساسي المستدام هو ما الذي سيبقى مع الطالب أو مع المتعلم إلى مدة طويلة تزيد عن 10 سنوات إلى 20 سنة؟ الفهم الأساسي المستدام هو الفهم الذي سينقله المتعلم من ما الذي تعلمه خلال هذه الوحدة أو خلال هذا الكتاب أو خلال هذا الدرس. الخطوة الثانية تحديد الأدلة المقبولة على حدوث التعلم، وهناك نوعان من الأدلة، المهمات الأدائية والمشاريع والأدلة التقليدية. خلينا نتكلم عن المهمات الأدائية والمشاريع. ما المقصود بالمهمات الأدائية والمشاريع؟ المهمات الأدائية هي مهمات أطلب من الطلبة أو من المتعلمين القيام بها لأتأكد من حدوث التعلم لديهم. ممكن أطلب منهم يعملوا مشروع. أنا درسي عن، على سبيل المثال، عن نظرية فيثاغورس في الرياضيات، درسي على سبيل المثال في العلوم عن العدسات والانكسار في العدسات. هذا الدرس إذا ربطته بمشروع أو بمهمات أدائية، بمشاريع عملية يقوم بها الطلبة، سأتأكد من حدوث التعلم من خلال مطالعة ما الذي قام به الطلبة في هذه المهمات الأدائية، ما الذي قام به الطلبة في هذه المشاريع. طبعا المشاريع ممكن تكون عرض برزنتيشن يقوم به الطلبة، سواء كان عن طريق الباوربوينت أو عن طريق عرض مشاريعهم من خلال لوحات، من خلال منجز يتم عمله مجسم إلى آخره. لكن ليس المشروع وليس المنتج النهائي هو الهدف. الهدف هو التعلم الذي يتم خلال أداء الطلبة للمهمات وخلال أداء الطلبة وإنتاجهم للمنتجات النهائية في المشاريع. من الأدلة التقليدية الملاحظة غير الرسمية، عندما يقوم الطلبة بالعمل ضمن مجموعات أتحرك بينهم أنا كمعلم، إذا كان التعلم وجه لوجه أتحرك بينهم وأتنقل في الغرفة الصفية وألاحظ ما الذي يقوم به الطلبة في هذه المهمة. وإذا كان التعلم عن بعد أقسم الطلبة إلى مجموعات وأستمع إلى ملاحظاتهم خلال نقاشهم، إن كان النقاش آني، بمعنى عن طريق السكايب أو عن طريق أي برمجية مثل اللي نستخدمها الآن اللي هي مايكروسوفت تيمز. أستطيع أن أتأكد من التعلم عن طريق الامتحانات والاختبارات القصيرة كأداة تقليدية للتعلم. الواجبات المنزلية واحدة من الأدوات التقليدية، لكن بإمكاننا نستفيد منها الآن بالتعلم الهجين، أن ننقل التعلم داخل البيت، والواجبات المنزلية نستطيع أن نتأكد منها من حدوث التعلم. النقطة الأخيرة اللي هي التقييم الذاتي، واحدة من النقاط المهمة جدا في التعليم، سواء كان التعليم عن بعد أو التعليم وجه لوجه، لأنه التقييم الذاتي يعطي للمتعلم
الاستقلالية بحيث يخبر نفسه قبل أن يخبر الآخرين أنه تعلم وما الذي تعلمه. فيجب التركيز على التقييم الذاتي والتعلم الهجين والأدوات التي سنتحدث عنها فيما يلي فيما بعد إن شاء الله تساعد الطالب على التقييم الذاتي حتى يستطيع أن يتحقق أنه قد تعلم وما الذي تعلمه. في الخطوة الثالثة بعد أن حددنا أهداف التعلم وحددنا الأدلة المرغوبة أو الأدلة التي تدل على حدوث التعلم، نقوم بتخطيط دروس دامجة للطلبة. هذه الدروس يجب أن تدمج الطلبة بحيث تحقق التعلم عند الطلبة. ما هي الأنشطة؟ ما هي المهام التي سأطلبها من الطلبة؟ كيف سأوزع الطلبة ضمن مجموعات ضمن فرق تساعد على تعلمهم؟ يجب أن تساعد هذه الدروس الطلبة على تحقيق أداء عالي. دائماً وأبداً ارفع سقف التوقعات من طلبتك. طلبتك لديهم القدرة، ارفع سقف التوقعات عندهم. هذه الدروس يجب أن تكون فاعلة وتدمج الطلبة في التعلم. احنا هدفنا التعلم وليس التعليم، التعليم هو أداة لحدوث التعلم. يجب أن تكون الدروس تدمج الطلبة في التعلم بحيث يتحمل الطالب مسؤولية تعلمه. هناك نماذج مختلفة للتعليم الهجين، سنتكلم عن بعض منها الآن إن شاء الله. طبعا قبل ما نتكلم على هذه النماذج، هذا الشكل بيوضح لنا العلاقة بين التعلم وجها لوجه أو التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد. التعلم الهجين هو المنطقة المتقاطعة بينهم، زي كما حكينا في البداية، يجب أن يد أفضل الممارسات في التعلم عن بعد وأفضل الممارسات في التعلم وجها لوجه. التعليم عن بعد والتعليم وجها لوجه يأخذها التعليم الهجين بحيث يصبح هذا التعلم فاعلا. طبعا هذه النماذج التي سنتكلم عنها تختلف حسب أدوار المعلمين وأدوار المتعلمين، طريقة تقديم التعليم ومكان تقديم هذا التعليم والجدول الدراسي الذي سيعد لكي يقوم الطلبة بالتعلم ويقوم المعلمون بالتعليم. نتكلم عن النموذج الأول، التعليم الهجين من خلال الإنترنت. كما تلاحظون في الشكل أمامكم، المتعلم هو محور عملية تعليمية تعلمية. على اليمين وعلى اليسار المتعلم هناك لقاء تعريفي ولقاء ختامي، وسنتكلم عن هذه بالتفصيل إن شاء الله. هناك محادثات بين المتعلم والمعلم ومحادثات بين الطلبة والمتعلمين بعضهم بعضا. عندما نقول لقاء تعريفي، هذا اللقاء يجب أن يكون اللقاء الأول في التدريس، عندما أقوم بتدريس وحدة معينة على سبيل المثال أو موضوع معين. اللقاء التعريفي هو اللقاء الذي أقدم فيه أهداف التعلم، ما المطلوب من الطلبة خلال رحلة التعلم، وكيف سيقدمون أدلة على تعلمهم، وما الطريقة التي سيعملون عليها ضمن مجموعاتهم في التعلم. هذا في اللقاء التعريفي، أحدد الأهداف وما الذي سيقدمونه للتأكد من حدوث تعلمهم وطرق التعلم المختلفة التي سيعملون بها. خلال حدوث التعلم أنا كمعلم أستطيع أن أفتح المجال لطلبتي للمحادثات على الواتساب على سبيل المثال، على المايكروسوفت تيمز، على جوجل كلاس روم، كل الأدوات التكنولوجية المتاحة ممكن أني أستفيد من خصائصها وميزاتها لعمل محادثات مع طلبتي. ممكن هذه المحادثات تكون متزامنة، أي بنفس الوقت أفتح اللقاء معهم، أو أن تكون محادثات غير متزامنة، بمعنى يطرح المتعلم سؤال وأنا بعد فترة أجيب عليه من خلال بريد إلكتروني أو من خلال تشات عبر الإنترنت. بنفس الوقت الذي يقوم فيه المتعلم بالحديث مع المعلم، أنا كمعلم أصمم للطلبة مجال أو أضع معهم مجال للحديث بينهم بعضا من خلال محادثات أو بريد إلكتروني أو نقاشات عبر الإنترنت. بعد كل هذه الخطوات نحدد موعد للقاء ختامي بين المعلم والمتعلمين. هذا اللقاء الختامي يفضل أن يكون وجها لوجه، بحيث يعرض المتعلمون ما تعلموه. ممكن يكون العرض فردي لكل طالب لوحده، ممكن يكون العرض جماعي،
ممكن العروض تكون ضمن فرق حسب أنا ما قمت بتصميم التعليم. هذا أحد النماذج المستخدمة في التعليم الهجين، وهو كما يسمى التعليم الهجين من خلال الإنترنت، اللي فيه لقاءين وجها لوجه، وبقية التعلم يحدث من خلال النقاشات عن بعد عن طريق أدوات التكنولوجيا المختلفة. النموذج الثاني هو استبدال كامل للغرفة الصفية. في وقت الحالي اللي احنا ان شاء الله ربنا بينهي هذا الوقت اللي هي جائحة كورونا، اصبحنا لا نرى طلبتنا في غرفهم الصفية، واصبح التعامل كاملا عن بعد. في هذا النموذج يتم استبدال الوقت الذي يقضيه الطلبة داخل الصف بأنشطة تتم عبر الانترنت، لكن هذه الأنشطة يجب ان تكون مصممة بطريقة كما تكلمنا بداية تدمج الطلبة. وإذا شايفين بصورة صورة المعلم، هو يقدم هذه الأنشطة عن طريق الإنترنت، ممكن يبعث بريد إلكتروني للطلبة بالمهام المطلوبة منهم، ممكن يبعث لهم فيديو يتكلم خلال هذا الفيديو عما يطلب من الطلبة، ويحدد لهم مهمات تساعدهم على التعلم. يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات صغيرة وإلى مجموعة، بحيث تقوم هذه المجموعات بالتعلم كفريق. وممكن أن المعلم يجمع الطلبة كلياتهم في لقاء، هذا اللقاء ممكن يكون متزامن بحيث يستطيع المعلم أن يسمع من طلبته ما الذي تعلمه. إذن النموذج الثاني هو استبدال كامل للغرفة الصفية بالتعلم عن بعد. النموذج الثالث يشبه تقريبا النموذج الأول، لكن في اختلاف بسيط، أنه هناك قضاء بعض الوقت داخل الغرفة الصفية ليس بلقائين فقط، البداية والنهاية، لكن يحتاج المعلم أن ينسق مع الإدارة المدرسية لترتيب لقاءات مبرمجة داخل الغرفة الصفية لطلبته. بهدف هذه اللقاءات داخل الغرفة الصفية أنه يدعم ويساند هؤلاء المتعلمين. أنا أعطيت لطلابي مهمة عبر الإنترنت، بعثت لهم إياها من خلال فيديو، من خلال إيميل، من خلال قراءة، طلبت منهم قراءة معينة، طلبت منهم قراءة درس معين، وحددت موعد لهم حتى أناقش هذا الدرس. طلبتي خلال أدائهم لهذه المهمة احتاجوا للمساعدة، احتاجوا لبعض الأسئلة التي أجيب عليها. ببرمج لقاء مع طلابي داخل الغرفة الصفية حتى أستطيع أن أحاكي حاجات كل الطلبة في هذا اللقاء، وأقدم لهم تغذية الراجعة المناسبة. في هذا النموذج أقسم الطلبة إلى مجموعات صغيرة خارج الغرفة الصفية، وعندما يعودون إلى الغرفة الصفية يكونون في مجموعة واحدة، وكل مجموعة من المجموعات الصغيرة أو كل فرد من الأفراد يعرض ما الذي تعلمه من خلال التعليم عبر الإنترنت. طبعا أنا حتى أضمن التعلم والتعليم، ممكن نعمل أبعث لطلابي الأنشطة المحددة وأعطيهم مواقع محددة للبحث عنها عن المعلومات في هذه المواقع. النموذج الرابع أيضا تعليم عبر الإنترنت وتعليم مباشر، لكن هناك تعلم ضمن فرق ومحطات تعلم. كيف يعني؟ داخل الغرفة الصفية بقسم طلابي إلى مجموعات، وبعض الطلبة بعطيهم مهمة يقرأ كتاب على سبيل المثال، أو يقرأ الدرس من الكتاب. مجموعة أخرى من الطلبة ابحث في الإنترنت. هنا بده يكون موفر للطلبة إما أجهزة كمبيوتر داخل الغرفة الصفية، أو في مختبر الكمبيوتر أو مختبر الحاسوب في المدرسة. بعد أن يقوم الطلبة بأداء هذه المهمة، أعمل عملية تدوير. اللي كان أنا كنت معهم معلم وأدرسهم وأسمع منهم، أنقلهم للتعلم عن طريق الإنترنت أو عن طريق الحاسوب، والمجموعة الأخرى أجلس معها لأرى ما الذي تعلمه. هذه الدائرة، ثم بعد ذلك أنقل الطلبة لمجموعة كبيرة وأجلس معهم لتقوم كل مجموعة بعرض ما الذي تعلمته. طبعا في كل الخطوات وفي هذه النماذج الأربعة يجب أن أنتبه إلى المهمات التي أقوم بتصميمها أنا لطلبتي، وهل هذه المهمات تراعي احتياجاتهم الخاصة. طبعا هنا يمكن نحكي عن شيء مهم جدا في النموذج التعليم الهجين،
انه بيساعد على تفريد التعليم، بيساعد على انه اميز في التعليم بين طلبتي. احيانا في الغرفة الصفية بتلاقي طالب يخجل ان يتكلم امام زملائه، بخاف انه يغلط، بخاف انه يخطئ، فيخجل ان يتكلم علما انه يعرف الاجابة الصحيحة. في التعلم الهجين او التعلم عن بعد اتاحت لهؤلاء الطلبة ان يعبروا عن رأيهم. طلبتنا ابناؤنا اصحاب الهمم عندهم احتياجاتهم الخاصة، التعليم الهجين يساعدني انا كمعلم ان ألبي هذه الاحتياجات، ويجب ان يؤخذ هذا الامر بعين الاعتبار عند تصميم المواقف التعليمية. كل مجموعة من الطلبة واحيانا كل طالب من الطلبة استطيع ان اصمم له، ان اساعده بشكل فردي اذا صممت المهمات بحيث تناسب جميع الطلبة. احنا بنعرف انه التعليم له ثلاث عناصر: المعلم والطالب والمحتوى. الطالب هو محور العملية التعليمية، لكن حتى ادير هذه العناصر الثلاث انا كأعلم ادير هذه العناصر من خلال ما يسمى بالمهمات اللي حكينا عنها، المهمات الأدائية. المهمة إذا صممت بطريقة مناسبة أستطيع أن أحاكي حاجات جميع طلبتي إذا كان التعلم عن طريق الإنترنت أو التعلم عن بعد. كيف بدي أحاكي جميع الحاجات؟ بعمل المهمة وبشوف طلابي كيف بيقدموا بيأدوا فيها. هنا في مجال الاتصال المباشر مع الطلبة فرد فرد أو مجموعة مجموعة. الطلاب اللي لهم احتياجات خاصة ممكن إنه هذه الطريقة بالتعليم، التعليم الهجين، تساعدهم على الاتصال المباشر مع المعلم كأفراد بحيث يستطيع المعلم أن يلبي حاجاتهم الشخصية من خلال هذه المهمات المناسبة لهم. هناك صور مختلفة للتعليم الهجين، إما أن يكون التعليم كاملاً عبر الإنترنت مع خيار وجود هذا الخيار التعليم وجه لوجه في حال الحاجة. المنهاج ممكن أن يكون عبر الإنترنت بنسبة عالية، ولكن أخصص وقت معين في الغرفة الصفية أو مكتب الحاسوب. أنا كمعلم أخصص هذا الوقت. لماذا أخصص هذا الوقت؟ لأتأكد من تعلم ومن حدوث التعلم عند طلبتي. أحيانا يكون التعليم في الغرفة الصفية ويتضمن مصادر عبر الإنترنت، وجود حاسوب، وجود مختبر حاسوب، مع عدم تخصيص وقت للعمل، مع عدم تخصيص وقت للطلبة العمل عبر الإنترنت. لا تخصص وقت، لكن خلي الطالب حسب حاجته، بحتاج يبحث عن موضوع معين يبحث عن طريق الإنترنت. التعليم داخل الغرفة الصفية يتضمن مصادر عبر الإنترنت مع تخصيص وقت كبير للطلبة للعمل عبر. أنا بحدد الوقت الآن، أنتوا خذوا وقتكم وابحثوا في الإنترنت. ممكن يكون المنهاج كامل أو جزء كبير منه على الإنترنت بحيث يلتقي الطلبة يومياً في الغرفة الصفية أو مختبر الحاسوب. أستاذ مانع، قبل ما ننتقل للجزء الثاني، هل هناك أي أسئلة أستطيع الإجابة عليها؟ أستاذ مانع؟ أستاذي معك. هل هناك أسئلة طرحها لنجيب عليها قبل أن نكمل؟ هنا طبعا ذكر سؤال أمامنا يقول كيف يحدث اللقاء وقد اختار ولي الأمر التعليم؟ كيف يحدث اللقاء؟ بما معنى وقد اختار ولي الأمر التعلم عن بعد؟ هذا خيار لولي الأمر، لكن مدارسنا يجب أن تضع في عين الاعتبار إن كان هناك مجال للقاءات داخل. الآن إحنا في الوقت الحالي من الصعب أن يكون اللقاء وجه لوجه إلا بناء على انتهاء هذه الجائحة إن شاء الله. لكن إذن تفضل سادي. أكمل. إذن ما دام الوقت غير مسموح باللقاء وجه لوجه، واختيار ولي الأمر أن يكون التعلم عن بعد، يجب أن أخصص أنا كمعلم مواعيد محددة لطلبتي للقاء فيهم. هذه المواعيد ممكن أن تكون لفرق من هؤلاء الطلبة أو لمجموعة طلبة كاملة حسب الحاجة. هنا أيضا أستاذي الكريم سؤال آخر يقول: هل يختلف التعلم في الغرف الصفية اللي هي عن بعد عن تعلم وجها لوجه؟
احنا بنفضل التعلم وجها لوجه، لانه التعلم عمليه اجتماعيه، عمليه خلال الغرفه الصفيه، وجوه الطلبه، وجود الطلبه امامك ووجودك امام الطلبه، تستطيع ان تقرا انفعالاتهم وتستطيع ان تساعدهم حسب الحاجه. هذا الاختلاف، ويمكن ان نقلل الفجوه بين هذا الاختلاف من خلال تحديد اوقات للعمل مع الطلبه عبر الانترنت. في هذه اللقاءات المباشره، في هذه اللقاءات كانك مع طلابك، حتى يكون اللقاء مباشر، يختلف عن اللقاءات غير المباشره. التعلم عن بعد احنا قلنا في نوعين منه. النوع الاول اللي هو التعليم المباشر، بمعنى التعليم المباشر المقصود فيه ان يكون هناك لقاء بيني وبين طلبتي عبر احدى البرمجيات المناسبه، كما هو اللقاء الان موجود عبر مايكروسوفت تيمز او عبر جوجل كلاس روم او على التلفون حتى او على سكايب. هذا تعليم مباشر لكنه عن بعد. التعليم المباشر داخل الغرفة الصفية يختلف من ناحية وجود المتعلم والمعلم في المكان نفسه. هل هناك أسئلة أخرى؟ يعطيك العافية سعد. لا استمر، ما لا يوجد أسئلة. هناك حبيت أعرض بعض البرمجيات اللي بتساعد المعلم بالتدريس عن بعد أو بالتعلم الهجين. بديت ببرمجية اسمها جيبرا، لأنه أنا تخصص الرياضيات، وهي البرمجية تساعد معلمي الرياضيات في تقديم دروسهم. بدي أحكي عنها بس بنبذة بسيطة، لأنه الحكي عن الكلام عن هذه البرمجية يمكن أن يأخذ وقت طويل. برمجية جيبرا هي برمجية تساعد الطالب على النظر للمسألة الرياضية بأكثر من وجه، كقاعدة جبرية أو كصورة هندسية. احنا بنعرف انه يعني عندنا جبر وعندنا هندسة، طلبتنا بفكروا انه الجبر يختلف عن الهندسة والهندسة تختلف عن الجبر. برمجية جيبرا بتساعد على جسر الهوة بين الجبر والهندسة. ممكن من الطالب يشوف صورة الاقتران بنفس الوقت يشوف قاعدة الاقتران. أنا كمعلم كيف ممكن أستفيد من برمجية جيبرا؟ ممكن أعمل مهمة على برمجية جيبرا استقصائية، أبعث هذه المهمة لطلبتي بحيث أن الطلبة يجيبوا على الأسئلة ويستخدموا البرمجية في الإجابة على هذه الأسئلة ويصلوا إلى استنتاجات معينة. أعطي مثال ويعني يخص معلمي الرياضيات إذا سمحتوا لي. درس اليوم أنا في الرياضيات، في درس الدائرة بعلم طلابي العلاقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية، ومعلمي الرياضيات اللي بيسمعوني بيعرفوا الكلام هذا الكلام. في برمجية جيبرا تتيح لي أني أعمل مهمة لطلابي، أبعثها للطلبة بشكل فردي، كل طالب منهم يستخدم البرمجية ويرجد العلاقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية، ويتوصل الاستنتاج، يكتب هذا الاستنتاج، وبعد العودة إلى الغرفة الصفية نناقش استنتاجات الطلبة. هنا بهذه البرمجية استطاع الطلب أن يتوصل إلى القاعدة باللقاء وجها لوجه مع المعلم. يستطيع المعلم أن يتأكد من حدوث التعلم، إن كان هناك فجوات بالتعلم يستطيع أن يعالجها، إن كان هناك مفاهيم مغلوطة عند الطالب يستطيع أن يفهم هذه المفاهيم، المعلم أن يفهم ما هي الأسباب هذه المفاهيم المغلوطة. فالبرمجية تساعد المعلم وتساعد الطالب على التعلم. في برمجية أخرى اللي اسمها البادلت، هذه ليست مخصوصة بمعلمي الرياضيات، هي ممكن يستخدمها أي معلم. بعطي عليها مثال بسيط. أنا كمعلم في اللغة العربية على سبيل المثال أعطيت لطلبتي نصاً للقراءة لأناقشهم بهذا النص فيما بعد. على برمجية البادلت بعطي لطلابي النص يقرؤونه، ثم أطلب من كل طالب أن يعلق على النص الذي قرأه، أن يكتب مثلاً على سبيل المثال 3 نقاط مهمة في النص، 3 كلمات مفتاحية في النص على سبيل المثال، الفكرة الرئيسية في هذا النص. كل طالب من طلبتي يكتب هذه المفاهيم على برمجية البادلت،
بيطلع أمام المعلم جميع إجابات الطلبة على شكل حائط، البادلت عبارة عن حائط، على شكل حائط، كل طالب اسمه وإجابته، ولا تظهر فقط أمام المعلم ولكنها تظهر أمام الطلبة، بحيث يستطيع كل واحد من الطلبة أن يقرأ إجابة زميله. هنا يحدث تبادل الأفكار، هنا يحدث الاطلاع على إجابات زملاء. ودور المعلم الآن بعد ما صمم هذه المهمة أن يطلب من الطلبة التعليق على سبيل المثال على إجابات زملائهم، أن يعطوا رأيهم في إجابات زملائهم، ما الذي لفت نظرهم في إجابات زملائهم، وبنفس الوقت والمعلم يراقب ما الذي يحدث ويتأكد من حدوث التعلم، ثم يتبعها بمهمة أخرى وهكذا. فبرمجية البادلت ليست خاصة بتخصص دون آخر، يعني مثلا بتخصص اللغة الإنجليزية على سبيل المثال ممكن أن أطلب من طلابي الإجابة على مجموعة من الأسئلة ووضع إجاباتهم على البادلت، نفس الوقت بقدر أطلع أنا على إجابات الطلبة، وأيضا يستطيع زملائهم الاطلاع على إجابات بعضهم البعض، ومن خلال تبادل الآراء والتفكير بالإجابات يمكن التوصل إلى نتائج أو نتاجات الدرس المطلوب أو المرغوب تحقيقها. في برمجية أخرى اسمها بليكرز، هذه البرمجية تساعد المعلم على تقييم أداء طلبته داخل الغرفة الصفية، هي برمجية بسيطة يستخدم فيها المعلم هاتفه النقال، وطلاب بيكون معهم بطاقات مكتوب عليها أحرف الإجابة ألف باء جيم دال، لكن ضمن صورة معينة، يطرح المعلم السؤال، كل طالب يرفع إجابته حسب الإجابة التي يرغبها، المعلم باستخدام الكاميرا بيعمل سكان مسح لجميع الإجابات، مباشرة يظهر عنده على جهاز الكمبيوتر أو جهاز الحاسوب الخاص به جميع إجابات الطلبة، كم أجاب ألف، كم من الطلبة أجاب باء، كم من الطلبة أجاب جيم، وهكذا. هنا يستطيع المعلم أن ينظر إلى إجابات طلبته ويتحقق بالإجابة الصحيحة، كم عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة، أين كانت أغلب الأخطاء موجودة، ويستطيع مباشرة أن يتأكد هل حدث التعلم كما يرغب أم هناك خلل معين في التعلم، بناء عليه يستطيع أن يعيد تخطيط حصته، أن يعيد طرح السؤال، أن يتأكد من إجابات طلبته. هذه البرمجية اسمها بليكرز، وهي برمجية بسيطة جدا. هناك برمجية أخرى اسمها كاهوت، وهذه تعتمد على اللعب كمبدأ للتعلم، احنا نقول نلعب لنتعلم، طلابنا بيحبوا الألعاب كثير، فممكن عن طريق اللعب أن يحدث التعلم، وهذه البرمجية تساعد المعلمين على بناء تعلم طلبتهم من خلال اللعب. هناك برمجيات كثيرة أيضا يمكن استخدامها، حبيت أعرض هذه البرمجيات الأربعة، لكن مثلا احنا الآن نتكلم من خلال مايكروسوفت تيمز، ومايكروسوفت تيمز بيساعد على بناء غرف صفية، بين قوسين بناء غرف صفية تفاعلية على الإنترنت، يعني أنا كمعلم أستطيع أن أعمل صف وأقسم طلابي إلى مجموعات داخل هذا الصف وأعرض المهام لهم بحيث يستطيعوا التعلم من خلال مايكروسوفت تيمز. أيضا شبيه بمايكروسوفت تيمز هناك جوجل كلاس روم على سبيل المثال، وأظن أغلب زملائي وزملائنا المعلمين الموجودين الآن معنا بيعرفوا هذه البرمجيات، وخاصة في هذه الآونة لأنه أغلبنا اضطر أنه يستخدم هذه البرمجيات بناء على ما يحدث الآن، بعضنا استخدم هذه البرمجيات سابقا ليس اضطرارا ولكن اختيارا، احنا الآن مضطرين نستخدمها، ولذلك يجب أن نستفيد من كل نقاط القوة الموجودة فيها حتى نخرج أفضل ما لدى طلبتنا للتعلم. هل هناك أسئلة على هذه البرمجيات أستاذ مانع؟
إن كانت لا توجد أسئلة نكمل. أكمل أستاذي الكريم. شكرا أستاذ منى. في النهاية هناك نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار عند بناء وتصميم التعليم الهجين. أولا، يجب ربط أنشطة التعليم عن بعد بأنشطة التعليم وجها لوجه لتعميق التعلم. يعني أنا كمعلم اخترت التعليم الهجين بدي أعمل لطلابي لقاءات داخل الغرفة الصفية وأطلب منهم أنشطة عبر الإنترنت. ما تكونش أنشطتي عبر الإنترنت مختلفة عن الأنشطة التي سأقوم بها داخل الغرفة الصفية أو بعيدة عنها. يجب أن يدعم التعلم داخل الصف التعلم خارج الصف أو عن طريق الإنترنت. هدف اللقاءات يجب أن يكون تعميق التعليم، هدف الأنشطة كلها بناء وتعميق هذا التعليم. التعلم عن بعد يتطلب استقلالية أكثر من المتعلم، وهذه نقطة مهمة جدا، وهنا بتيجي مراعاة حاجات والفروق الفردية لطلابنا. التعلم عن بعد بيتطلب من الطالب أكثر من مهارة، بيتطلب منه مهارة استخدام التكنولوجيا، بيتطلب منه مهارة القراءة حتى يستطيع أن يقرأ المطلوب منه، بيتطلب منه شغلات كثيرة. هذه الأشياء المطلوبة منه تعطيه استقلالية. أحيانا طلابنا بيعتمدوا كثير على المعلمين في نقل التعلم. هنا دور التعلم الهجين يعطي لهؤلاء الطلبة استقلالية أكثر، وأنا كمعلم عندما أصمم مهاماتي يجب أن أنتبه لهذه النقطة. يجب أن تكون مهاماتي تساعد الطلبة على العمل بشكل مستقل عني كمعلم. هناك اختلاف في قدرات الطلبة في استعمال واستخدام التكنولوجيا. التعلم الهجين يساعد على بناء هذه المهارات عند الطلبة، وأنا كمعلم يجب أن أنتبه لهذه الفروق بين طلبتي في استخدام التكنولوجيا. يجب أن أصمم المهمات بحيث تساعد الطلبة ليس فقط على التعلم المحتوى، ولكن تعلم المحتوى وإدارته من خلال أدوات التكنولوجيا. التعلم والتعليم عن بعد ربما يخرج المتعلم من منطقة الراحة الخاصة بتعلمه. أنا كمتعلم بحب أسمع من المعلم، بحب يعني ما بحب أتعب نفسي وأبحث على المعلومة، لا، بتجيني المعلومة من المعلم. هنا في التعليم الهجين والتعلم الهجين مجال وفرصة نخرج أنفسنا ونخرج طلبتنا من منطقة الراحة الخاصة بتعلمهم، بحيث أنه الطالب يتعود على أنماط مختلفة من التعليم، يبحث على الإنترنت عن معلومة معينة، يناقش مع زملائه عبر الإنترنت موضوع معين، يقوم بعمل عرض تقديمي لمنتج معين لنتائج تعلمه. هذه المهارات وهذه الحاجات تخرج المتعلم من منطقة الراحة الخاصة به لينتج أكثر ويكون تعلمه منتج أكثر. هذه التوصيات اللي والنقاط التي أرغب أن يأخذها زملائنا بعين الاعتبار في تصميم التعليم الهجين. في هذه النقطة أنا أنهي العرض التقديمي الخاص بي، فإذا هناك أي أسئلة أنا مستعد للإجابة عليها إن استطعت. شاكرا لكم حسن استماعكم. نشكر لك ضيفنا الكريم على ما تفضلت به، ونأخذ بعضا من أسئلة الحضور. تفضل أستاذ أنا. هنا لدينا سؤال يقول: أولا، هل يوجد برمجيات تناسب رياض الأطفال؟ هل هناك برمجيات أخرى تتناسب مع رياض الأطفال؟ يوجد برمجيات تتناسب مع رياض الأطفال، لكن للأسف أنا لا أذكر هذه البرمجيات الآن في وقت الحال، لكن إذا احتاج الأمر سأبعث أسماء هذه البرمجيات على موقع الملتقى إن شاء الله. أنا اطلعت على بعض البرمجيات أيضاً. إذن أيضا هنا لدينا برمجة بليكرز، تحتاج وجود الطلاب في الغرفة الصفية أم أنه يمكن تطبيقه عن بعد؟ برمجية
بليكرز. بليكرز في الغالب يحتاج وجود الطلبة داخل الغرفة الصفية. لم أجربها خارج الغرفة الصفية للأسف، لكن موقع بليكرز موجود، ممكن لزملاء المعلمين يدخلوا على الموقع ويقرأوا عن إمكانات هذه البرمجية، مع أني أعتقد أنه يمكن تطبيقها خارج الغرفة الصفية، لأنه هي عبارة عن يستخدم المعلم خلالها كاميرا الهاتف الخاص به لقراءة كود معين فقط، وممكن الطالب يعرض من خلال كاميرته إجابته والمعلم يستخدم هاتفه لقراءة هذه الإجابة. هذه إجابة مش متأكد منها 100%، لكن أنا استخدمتها داخل الغرفة الصفية. أيضا أستاذي هنا، هل تم تصميم برمجيات تفاعلية جديدة تم تصميمها في الوقت الحالي تماشيا مع الوضع الراهن؟ برمجيات أعتقد أنه الآن موجودة برمجيات كثيرة في الإنترنت تماشية مع الوضع الراهن، وإحنا إذا بترجع للإنترنت بتلاقي كثير من المصادر بتقول لك بناء على كوفيد 19 إحنا عملنا كذا وكذا وكذا. أغلب البرمجيات القديمة تصلح الآن، البرمجيات اللي كانت موجودة أصلا تصلح وبدأت تظهر حاليا. هناك على سبيل المثال موقع للرياضيات والعلوم بشكل عام، موقع على الانترنت ممكن للمعلم، أن عبارة عن دراي لاب أو مختبر جاف، يستطيع المعلم أن يعمل تجارب مختلفة على للعلوم على هذا الموقع. أيضا هنا السؤال يقول كيف التعامل مع الطلبة في حال دمج شعبتين مثلا؟ كيف يتعامل المعلم مع طلبة في حال دمج شعبتين؟ دمج شعبتين عن بعد، يعني يمكن عدد الطلبة عن بعد، إذا كان التعليم إذا قسم المعلم الطلبة إلى مجموعات ما بفرقش عنده عدد الطلبة يعني، لكن إذا كان القصد دمج داخل الغرفة الصفية، ف يعني إحنا الآن داخل الغرفة الصفية بنحاول نقلل عدد الطلبة ما ندمج عدد الطلبة، وإذا كان قصد السائل إنه هذولا مش طلابي، هذولا طلاب زميلي، كيف ممكن أقدم الطلاب؟ المعلم يقدم التعليم للطلبة بغض النظر هل هم طلبة داخل الغرفة الصفية ولا خارج الغرفة الصفية. الآن أنا لقاء مع مجموعة كبيرة من الزملاء والمتعلمين والمعلمين، يمكن بعرفش أي حد منهم أو هم ما بعرفونيش، ظهر صورتي أمامهم، بيحصل تفاعل الآن من خلال حضرتك أستاذ مانا، أنت الآن بتنقل لي أسئلتهم وأنا بجاوب على هذه الأسئلة. نفس الشيء ممكن يكون موجود كمعلم داخل الغرفة الصفية إذا دمج شعبتين، ممكن أنه يتعامل مع الطلبة بطريقة مختلفة عن طريق التعليم الهجين أو عن طريق التعلم عن بعد. زين أستاذي، هنا أيضا يقول سؤال، أيضا بعض الطلاب المتفوقين لا يستطيعون تحقيق التحديات التي أضعها لهم، ماذا أفعل؟ سؤال مهم جدا. عندما أعطي أنا كمعلم مهمات لطلبتي، يجب أن تكون هذه المهمات تتحدى قدراتهم لكن ليست أعلى من قدراتهم. وبدل أن أجيب على هذا الطالب الذي أعتبره طالب متفوق، إذا طرحت عليه مهمة ولم يستطع العمل على هذه المهمة، بدل أن أقوم بهذه المهمة بدل أن أسأله مجموعة من الأسئلة، أحاول أن أجزئ المهمة إلى مهام أبسط، بحيث أن هذا الطالب يبدأ ينتقل معي من جزئية إلى جزئية إلى جزئية حتى يستطيع أن يحقق المهمة كاملة. وهنا بتيجي مراعاة الفروق الفردية، هذا السؤال مهم جدا لمراعاة الفروق الفردية. بعض الطلبة تعطي مهمة يجيب عليها مباشرة، في حين آخرين يحتاجون وقتا أطول للإجابة على هذه الأسئلة. دور التعليم الهجين، دور التعلم عن بعد، أن أعطي الفرصة، أن يعطي الفرصة للطلبة للإجابة حسب قدراتهم وحسب حاجاتهم. وأنا دوري كمعلم ليس الإجابة عن هذه المهمات، بل مساعدة الطلبة من خلال طرح الأسئلة المناسبة عليهم وتجزئ هذه المهمات إلى مهمات أبسط، بحيث ينتقل تعلم الطلبة من خطوة إلى خطوة إلى خطوة.
في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر من ضيفنا المتميز على هذا الطرح وهذه الأفكار المتميزة والتي نتمنى منكم الفائدة منها ونقلها للميدان التربوي، ونشكر لكم حضوركم وتفاعلكم، ونأمل منكم البقاء معنا للقاء التالي، حيث سيكون معنا الأستاذ عمار محمد الشعبي بورشة تدريبية تحت عنوان دور المعلم بيئات وبيئات التعلم الهجينة. شكرا جزيلا دكتور على الجهود المبذولة، والله يعطيك الصحة والعافية. شكرا أستاذ مانع، شكرا للجميع على الحضور، شكرا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.